جمعية المكفوفين الخيرية رؤيا بالمدينة المنورة. الوقف الخيري حلم جميل لكل كفيف، بدعمكم نرتقي بهم. جمعية المكفوفين الخيرية، نرسم للكفيف معالم الطريق. لم يبتعد بإرادته، لم يبتعد، لكنه من دونكم لا يستطيع. مدوا أكف عطائكم، فبجودكم يبقى العطاء بروحه وسيستطيع. قرآننا حياة، في حياتنا أحداث نعيشها، ولها في قرآننا آيات تمسها. في قيم الهدى نحاول بأساليب سهلة وعملية أن نربط حياتنا بآياتنا لنحيا بها ونعيشها. قيم الهدى، قرآننا حياة. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتأفل الأرواح، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى، من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت تلاحظوا كل شيء أقول لكم رحت مع عبد العزيز وجيت مع عبد العزيز، يمكن لأنه دائما نخرج سوا. فصار موقف مع عبد العزيز، كنت يعني كان في حاجة قاعدين نتابعها. بعدين سبحان الله استشعرت حديث نصحني به شيخنا الشيخ الشاطري، اللي هو إني أقول في الصباح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، أقولها 7 مرات. والله صرت كل ما عندي هم يجيني أقول هذه، يعني كذا أحس إنه خلاص إذا قلتها مستحيل شيء يعيقني، وفي اليوم اللي أنساها فيه أحس إنه المصائب كلها حولي. التوكل شيخ وديع، حكينا عن التوكل. طبعا التوكل على الله عز وجل من الأمور المهمة التي يجب على الإنسان أن تكون نصب عينه دائما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل مرة من المرات إلى مسجد فوجد أناسا في زاوية المسجد، قال من أنتم؟ قالوا المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، تجلسون في هذا المكان وإخوانكم بالخارج يطلبون الرزق ويتوكلون على الله، ثم تقولون اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا، فالسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ذكر الله عز وجل آيات حقيقة يعني أثرت فيني. آية، والآية هذه يمر عليها الإنسان أحيانا ما يستشعر فيها، يعني بس أنا بطلب طلب تقراها بالمقام الصنعاني اللي سمعتني اياه تحت الهواء. طيب ان شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الله الله. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طبعا آية أحيانا تكون في الصلاة عادية قصة يعني ومرينا عليها، لكن يا إخوة فيها من اللطائف والعجائب الشيء الكثير. إيه والله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضع. تذكرون يعني قصة فرعون عندما أمر بأن يقتل الذكران ممن يولد، كانوا يقتلون في سنة والسنة الأخرى ما يقتلون. هارون عليه السلام جاء في السنة التي لا يقتل. أما موسى عليه السلام قدر عز وجل عليه بأن يكون في السنة التي يقتل. هو التحدي. فتخيل ولدت من موسى عليه السلام موسى، فكانت تخفيه وترضعه بخفية وتضع له تابوتا وتخفيه عن الناس. فأوحى الله عز وجل إليها فإذا خفتي فألقيه في اليم. تخيل يعني موقف صعب، أم رضيع تلقي بولدها على البحر، من له إلا الله عز وجل. لكنها سمعنا وأطعنا، ما تستطيع، خلاص الله عز وجل أوحى إليها بذلك الأمر. لما ألقت موسى عليه السلام في البحر قال الله عز وجل لها ولا تخافي من البحر عليه ولا تحزني على فراقه. لا تخافي ولا تحزني على فراقه. إنا شوف الوعد الآن شيء عجيب، من يتوكل على الله فهو حسبه. إنا رادوه وعد من الله إليك ثم له منزلة عظيمة وجاعلوه من المرسلين. وفعلا مرت الأيام وأخذ في بيت كما تعلم فرعون وربي هناك، وكان سبب هلاك فرعون هو عليه السلام، وسبب دخول آسيا بنتهم زحم الجنة من موسى عليه السلام وإيمانها به. سبحان الله. أمر بسيط، موسى عليه السلام لما الأم توكلت على الله حق التوكل وألقته في اليم وراح إلى قصر فرعون، إذا توكلت على الله حق التوكل سيرعاك الله بعينه التي لا تنام. الله صلى الله عليه. الله عز وجل تكفل بموسى عليه السلام حتى أدخلوا فين؟ قصر فرعون. يعني تعلم أفضل تعليم. نعم. توكل على الله. أفضل أكل. أفضل أكل. أفضل لبس. ما كل شيء كان عنده من أفضل شيء. هذا بسبب أن الأم هذيك الطيبة توكلت على الله. لا 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 تقول لي إياها كده، سمعني إياها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسمع حبيبي عبد الله، حظها للكويت فيك يا حبيبي. تحرجني انت يا بعدي. في قصة عجيبة جدا. يوم هاجر عليه السلام تركها إبراهيم في كما قص الله عز وجل بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. شنو قالت حق إبراهيم عليه السلام؟ الله أمرك بذلك؟ فقال لا نعم. إلى ما تتركنا. إلى ما تتركنا ها؟ إلى ما تتركنا. ثم سألته الله أمرك بذلك؟ قال نعم. فسلمت. ثم فجر الله عز وجل لها زمزم. الله. ونشأ ابنها إسماعيل أحسن ساق لها الرزق. نعم سبحان الله. يعني سبحان الله، شوف اللي يتوكل على رب العالمين ما راح يخيب. سبحان الله. شيخ بس شيخ سعيد، الرزق، توكل في الرزق، لابد من التوكل في الرزق. الله عاد أنت لك قصص عجيبة في هالباب. النبي عليه الصلاة والسلام هو مدرسة التوكل. قال عليه الصلاة والسلام حديث جميل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. بيّن التوكل ماذا بعد التوكل؟ لابد من الأخذ بالأسباب. تغدو خماصا تعود بطانة، وتعود بطانة. تشوف بطنها كذي ماكو شيء، إيه؟ وترجع كذي بطنها. ويقول لا لا لا، ويقول الله عز وجل في سورة الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. حبيبي ما يصير كذا، فامشوا في ملكها. سمعني إياها. ما مستحيل. اليوم الحلقة دي محظوظة مليانة أصوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وكلوا من رزقه وإليه النشور. شيخ خالد، أنا أعجبني تعريف جميل للتوكل الشيخ النابلسي، يقول نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها لا شيء. نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، هذا اللي فعله الكفار الجزء الأول فكان الكفر والجحود. الجزء الثاني أخذوه المسلمين، نتوكل على الله وكأنها لا شيء، هذا فعله المسلمين فكانت المعصية. فلا بد أن نجمع بين الاثنين، نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم نتوكل على الله وكأنها لا شيء. إذن التوكل يجب له من الأسباب، العمل بالأسباب. ولذلك يعني لو رأينا إلى مريم عليه السلام عندما كانت في وقت المخاض وكانت إلى جذع النخلة، يعني تخيل هذا الموقف وقت ولادة شديد، صعب، امرأة ضعيفة، والله عز وجل قادر أن ينزل عليها الرطب من غير أي شيء، لكن أخذت بالأسباب. وهزي أمر، قال المفسرون أنها وضعت يدها على الشجر، بس وضعت على النخلة، من يهز النخلة أصلا؟ من يقدر يهزها؟ نعم، ما حد يقدر يهزها. دقيقة بالله، سمعنا يا وهزي وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إيه شيخ أنا واصل؟ حتى موسى عليه السلام نفس القضية، أن يضرب بعصاك البحر لما فاق الله عز وجل البحر، يعني الله عز وجل قادر من غير عصا موسى، عصا موسى لكن يريد أن يعلم العمل، فضرب البحر. الله في ختام هالحلقة، لا تخشى مسألة الرزق ولا تخشى مسألة كيف راح تصير الأمور، كل ما عليك أن تبذل الأسباب ثم وكل أمرك لله واستمتع كيف يصرف الله حالي وحالك. أسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية وأن يجعلنا من عباده المتوكلين عليه حق توكله. اللهم اجعل القرآن العظيم الكريم
الأوطان الأحلى للناس زرعنا الأفراح ومفاهيم الدين المتلى يرسم طيف عبير فاح. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتهف الأرواح من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. لسفراء الوحي تجلى ميعاد للبشرى لا. مضمون المنهاج الأغلى جاء لنا نور للصباح يجمعنا بكتاب المولى للخير بوجه واضح. صوت نداء العزة يتلى بالشوق وتهف الأرواح من سفراء الوحي تجلى ميعاد بالبشرى لاح. لسفراء الوحي تجلى ميعاد للبشرى لا.